بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ كده مع بعض. طبعا بذكر كده كل الطلاب، انا عندي الافعال الناسخه. الافعال الناسخه طبعا عندي بتنقسم الى قسمين، القسم الاول كان واخواتها، والقسم الثاني كاد واخواتها. طبعا يمكن عندنا كان واخواتها يمكن تم دراستها في الصفوف الاولى، وطبعا عارفين ان كان بتدخل على الجمله الاسميه بترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن كاد بقى هتعمل ايه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. عندنا طبعا كان واخواتها، طبعا كان شباب بتنقسم الى كان ناقصه وكان تامه. قول لي يعني ايه ناقصه ويعني ايه تامه؟ ناقصه طبعا تحتاج الى خبر يتمم المعنى، يعني انا عندي اسم لازم لها خبر. تمام، على سبيل المثال لو انا قلت كان الطالب نشيطا، فنشيطا هنا طبيعي كده كده يا شباب هيبقى ايه؟ خبر، فهنا كده كان ناقصه. وانواع الخبر عندي اذكر الطلاب: خبر مفرد، وخبر جمله، جمله فعليه وجمله اسميه، وخبر شبه جمله. اما التامه يا شباب هي التي لا تحتاج الى خبر. يمكن بذكر كل الطلاب ان كان التامه طبعا على اساس انت تبقى عارف ما فيش خبر يبقى خلاص، وكان تبقى بمعنى وجد او حصل. وعندي اخوات كان زي ما شايفين كده اهو، كان واصبح واضحى، وامسى وظل وبات وصار وليس وما دام وما برح وما فك وما فتك. تاني بقول ان التامة بتكتفي بالفاعل، يعني لا ياتي بعدها الا فاعل، يعني مش محتاجه لخبر. يعني على سبيل المثال لما اقول اجتهد الطالب فكان النجاح، هنا طبيعي كان النجاح مفيش خبر عشان تعرف كان التامة من الناقصه. هل في خبر بعد كان النجاح؟ مفيش. تاني حاجه حضرتك شيل كان وحط مكانها حصل او وجد، اجتهد الطالب وحصل النجاح، اه سليم، يبقى كده صح. يبقى بفكر كده كانت تامة لا تحتاج نهائيا إلى خبر. كان الناقصة هي اللي بتحتاج، لما أقول لك كان الطالب ماله نشيطا هو ده الخبر. تمام، في عندي نوع تاني يا شباب اللي هو ما زال. تمام، وما برح وما فتئ وما انفك، دي أفعال بنسميها أفعال استمرار، دي لابد أن تسبق طبعا بنفي اللي هي ما أو لا أو لم. كذلك لما أقول لك ما دام، أنا ليه ما وضعتش ما دام معاهم؟ لأن ما دام هنا ما نحى مصدرية ظرفية. ننتقل بعد كده يا شباب كاد واخواتها. بذكر طبعا كاد هي كان، لكن ليها شرط ان خبرها لازم يكون جمله فعليه فعل مضارع. خبرها لازم يكون جمله فعليه فعل مضارع. افعال المقاربه عندي كاد واوشك وكره. افعال الرجاء عندي عسى وحرى واخلى ولق. وعندي افعال الشروع عندي بدا وشرع وهب وطفق وانشا، كل ده افعال الشروع. اللي هيفرق معانا يا شباب طريقه كده كده عشان نبقى فاهمين حكم اقتران الخبر. احنا قلنا كاد وقرب يقل، لكن اوشك بيكثر. عندي عسى وحرى واخلولق، عسى يكثر لكن حرى واخلولق الاثنين دول ما ينفعش غير لازم اقول يجب. اما شرع وبدا وانشا وهب وطفق دول وانا على طول كده ليمتنع خالص نهائيا، يعني ما ينفعش. هقول تاني كده واخواتها من الاخر كده هي كان، لكن ليها شرط، الشرط خبرها ان يكون جمله ايه؟ فعليه فعل مضارع. على سبيل المثال كاد المعلم ان يكون رسولا. تمام، اهو كاد المعلم اسم كاد، وان يكون رسولا هو ده الخبر لكاد. اقتران الخبر ان لسه زي ما قايل طبعا بيقل مع كاد وقرب، بيكثر مع اوشك وعسى، بقول يكثر. عندي بعد كده يجب الاقتران مع حرى واخلى ولق، وهي يمتنع طبعا الاقتران مع افعال الشروع. يبقى يقل مع كاد وقرب، ويكثر مع اوشك وعسى، ويجب مع حرى واخلى ولق، ويمتنع نهائيا مع افعال الشروع، يعني ما ينفعش فيه خالص اللي هو انا. نبدأ كده على بركة الله التدريبات، وركز معايا. كان الله ولا شيء معه، ما تحته خط. طبيعي كده الإجابة هي فاعل يا شباب. ليه الإجابة فاعل يا شباب؟ طبيعي كده كده كان الله، يعني وجد الله، ولا شيء معه، ما فيش خبر، يبقى إذا كان هنا تام. المثال رقم 2، كان البدر قد طلع. نوع الخبر ركز كده معايا، انا بشوف الاسم، فين الاسم نفسه؟ هلاقي البدر، حلو قوي. اسال بقى ماله البدر، هتعرف الخبر وتعرف نوع الخبر ايه.
لاحظ كده هتقول لي ماله البدر، هقول لك طالعه، فهنا طبعا ده فعل، يبقى اذا دي جمله فعليه، يبقى اذا الاجابه هتبقى شباب جمله فعليه. اجل المثال رقم 3 بقول اضحت الابار مياهها كثيره، لاحظ كده برجع تاني بقول لك ركز معايا، مالها الابار؟ هتعرف الاجابه من خلالها، هتقول مالها الابار؟ مياهها كثيره، ولاحظ ان مياهها فيها هنا حضرتك فيها ضمير، هتبقى مياهها كثيره، طبعا دي خبر جمله اسميه، وفي نفس الوقت مياهها مبتدا وكثيره خبر، يبقى اذا كثيره تعرب خبر. مثال رقم 4 شباب تجمعت السحب فكان المطر، لاحظ كده لما تيجي تعرب كده ركز كويس جدا، كان المطر في خبر؟ مفيش خبر، خلاص كده كان تام، يعني خلاص معروف اللي بعد كان تام بيتعرب ايه. طب تجمعت السحب، انا واقف في جمله فعليه ولا اسميه؟ طبعا تجمعت دي فعليه، خلاص يبقى تجمعت السحب، مين اللي تجمعت؟ بسأل عن الفاعل بمين، فاذا على ما اعتقد كده الاجابه سهله، يبقى الكلمتان فاعل. نيجي لسؤال تاني شباب، اذا ادخلنا الفعل ما فتئ على جمله ذو العلم مكرم، لاحظ ان ذو العلم ما فتئ طبيعي كده كده، لو انت فاكر ان الاسماء الخمسه بفكرك اهي، اب واخ وحم وفو وذو، دي بترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء، اسهل طريقه طبعا لحفظ الاسماء الخمسه ان احنا نعرف نحفظ كلمه ابوك اباك ابيك، لو وجدت ابوك فهي مرفوعه بالواو، اما اباك منصوبه بالالف، ابيك مجروره بالياء، فانت لاحظ كده ما فاتئ دي من اخوات كان، بتعمل ايه؟ بترفع الاسم وتنصب الخبر، انا عندي ذو شكلها مرفوع، فاذا الاجابه رقم كام بقى؟ الف ام باء ام جيم ام دال؟ طبعا الاجابه رقم جيم يا شباب، ما فاتئ ذو العلم مكرم. نرجع كده سريعا برضو، عسى الله ان يوفقك، هنا حكم اقتران خبر بان عسى، احنا لسه يعني منذ قليل وضحنا ان قلنا عسى واوشك بيكون الخبر شكله ايه، طبعا هنا الاجابه عسى الله ان يوفقهم، هنا حكم اقتران الخبر طبعا يكثر. نيجي للمثال رقم 2 يا شباب، سعى الطالب يجتهد، تمام، فلاحظ هنا الجمله اللي تحتها خط، كلمة يجتهد يا شباب طبيعي كده كده الطالب، تمام؟ الطالب، لاحظ إن إحنا خدنا قاعدة زمان يا شباب أفكرك بيها، إن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، كلمة الطالب هنا معرفة أم نكرة؟ ركز كده، بقول الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، ولاحظ هنا كلمة يجتهد الطالب قبلها معرفة، يبقى الجملة هنا جملة يجتهد طبعا هتبقى في محل نصب حال. انا هحاول اسرع يا شباب لان احنا معانا اسئله كتير جدا، بدا الطالب يجتهد، ركز معايا، بدا ده حبيبي من افعال مين؟ افعال الشروع، طيب الطالب هيبقى اسم بدا، ركز معايا، انا قلت افعال الشروع اللي هي كاد واخواتها ليها شرط، هتقول لي فكرني بالشرط كده معلش عشان ما انساش، لازم الخبر يا شباب يبقى خبر جمله فعليه اهو يجتهد، تمام، يبقى خلاص كده، يبقى على طول في محل نصب خبر بدا، لكن لما اجي اقول لك بدا الطالب الدرس وهو يجتهد، طبيعي احنا عارفين ان الضمائر الشباب هو وهي، لو بدينا بيها في بدايه الكلام هتبقى مبتدا، يبقى يجتهد الخبر الجمله هنا ايه؟ فعليه، يبقى في محل رفع خبر. رقم 5 بقى، اتفق المصريون ان يعتزوا بوطنهم، عند تصويب الخطا في الجمله دي يا شباب، يعني الجمله دي فيها خطا، بقول اتفق المصريون ان يعتزوا بوطنهم، اتفق من افعال الشروع، وافعال الشروع طبيعي يا شباب وانا مغمض عيني كده يمتنع اقترانها بان، فلذلك طبعا الاجابه السليمه هتكون رقم ب، اتفق المصريون يعتزون بوطنهم. عندي بقى قول سبحانه وتعالى اليس الله باحكم الحاكمين، ركز كده معايا يا حبيبي، اليس الله باحكم الحاكمين، لاحظ ان الباء هنا حرف جر زائد، حلو الكلام، حلو الكلام، طب يعني ايه حرف زي جر زائد؟ انا لسه ما اعرفش الكلام ده، ملأ ورقة وقلم كده ومعاك ونكتب مع بعض المثال ده. لو أنا قلت مثلا ذهب الطالب من المنزل إلى المدرسة. لاحظ كده هتلاقي كم حرف جر هنا في الجملة دي؟ هكرر الجملة تاني ونكتب مع بعض. ذهب الطالب من المدرسة من المنزل إلى المدرسة. لاحظ عندي حرف الجر من وإلى. لو حذفناهم هينفع أقول ذهب الطالب المدرسة المنزل؟ لا طبعا، ده اسم حرف جر أصلي، ما أقدرش أستغنى عنه. طب وايه حرف الجر الزائد؟ زائد من اسمه كده، اقدر استغنى عنه. اقدر استغنى عنه، ماشي يا سيدي.
بمعنى ايه؟ يعني انا لو قلت اليس الله احكم الحاكمين في غير القران؟ اه مشيت مشيت ما اختلفناش. طيب الحرف الجر الزائد الباء ده انا هعرفه منين؟ هقول لك يجي سيدي بيجي مع ليس، يعني ليس بيجي مع حرف جر زائد. حلو الكلام. طيب ينفع يتشال؟ اه يتشال. في الحاله دي بقى هنقول عليه ايه؟ خبر ليس مجرور لفظا منصوب محله. يعني ايه الكلام ده؟ انت كده توهتني. لا يا سيدي ما توهتكش، هو هنا لما بقول لك باحكم هو فعلا ده حرف جر اه بس زائد مش اصلي، عشان كده بنقدر نقول ايه؟ خبر ليس مجرور في اللفظ، اهو اللفظ قدامي الباء، لكن هو المحل اصلا محل ليس، خبر ليس دايما بيبقى ايه؟ منصوب. اه هي كده. لذلك هنا اقول اليس الله باحكام الحاكمين، فنوع الخبر هنا ايه بقى؟ طبيعي كده كده حضرتك هي، واحنا لو حذفنا حرف الجر اصلا اليس الله احكام الحاكمين؟ اه كلام سليم. يبقى اذا على طول هنا الخبر يا شباب يبقى خبر مفرد. كان حاتم بحرا، طبعا دي سهله جدا، علامه اعراب خبر كان في البيت السابق طبعا حاتم بحرا، ماله حاتم بحر، هي كلمه واحده طبعا، وبحرا هنا خبر كان طبعا منصوب بالفتح. الجمله دي هنسيبها للطلاب وعايزين نركز كويس جدا، تمام، وهنشوف الطلاب طبعا معانا. بقول كانت الحياه جميله حين كان الصدق، هو حضرتك كانت الاولى هل تم ولا ناقصه؟ طب الاثنين تمان، طب الاثنين ناقصان، الحياه مالها؟ الحياه جميله كده في خبر اه دي ناقصه، حين وجد او حصل الصدق خلاص، فهنا تم، فالاجابه رقم د. نيجي بعد كده بيقول ان مفكري الامه صانع الحضاره، لو وضعنا بدا بدل من ان، انا عارف ان ان بتنصب وترفع، طب بدا ما هي هي من اخوات كان يا سيدي، بس بنقول عليها اخوات كاد، ماشي يا سيدي، طب ما كده هي كان، بس لازم يكون الخبر ايه؟ خبر جمله فعليه. لو ركزنا كده لو حطينا بدا او وضعنا بدا في الجمله هتبقى بدا ايه؟ هتبقى بدا مفكره. شكرا يا فندم. ولاحظ انا قلت مش مفكرون، هتقول لي حذفنا النون ليه؟ هقول لك عشان في اضافه في الف ولام. طيب يعني الف وجيم كده طاروا، اه طاروا كده، كل الاختيار هيبقى في يا اما في باء يا اما في دال. طب بدا مفكر الامه يصنعون ولا بدا مفكر الامه ان يصنعوا؟ انا لسه قايل ان افعال الشروع يا شباب وانا مغمض عيني يمتنع الاقتران بان، يبقى اذا الاجابه رقم ب، بدا مفكر الامه يصنعون الحضر. نيجي للجمله الثانيه بقى، انكم ساعون لادراك حضارتكم. لو استبدلنا الحرف الناسخ بفعل للشروع، انا عارف افعال الشروع هي هي بدا حضرتك، طب انكم هتبقى بداتم، تمام. طب بداتم ايه بقى؟ احنا قلنا الخبر لازم يبقى حضرتك فعل مضارع، هل بداتم ساعين؟ لا دي مش معانا ومش معانا ساعون، كده ما فاضلش غير تسعون، تمام، تسعون وتسعون. طب اخد مين بقى في تسعون وتسعون؟ لاحظ كده حضرتك تسعون هنا ايه اللي نصبها؟ مفيش اي حروف نصب، يبقى الاجابه كده رقم ج، بداتم تسعون لادراك حضرتكم. نيجي بقى للمشتقات، هنا بيقول اراض ضميرك عن عملك. لاحظ هنا اسم الفاعل اراد اللي هو راد، وده طبعا اسم فاعل اذكر فيه الطلاب، اسم الفاعل عندي لو كان من الفعل الثلاثي بجيبه على وزن فاعل، زي قتل قاتل، فهم فاهم، ضرب ضارب. اما سعى هتبقى ساع، وقضى قاض، ورضى راض. وخلي بالك كمان من اسم الفاعل اللي هو جاد، تمام، جاد من الفعل جدا، هتقول لي دول اتنين يا سيدي، في على تجديد على حرف الدال كده بقيوا ثلاثه، ركز قوي من اسم الفاعل الثلاثي. عموما غير الثلاثي من مضمومه وكسر ما قبل الاخر، على سبيل المثال لما اقول لك اخلص يبقى يخلص مخلص، يبقى اسم الفاعل من مضمومه كسر ما قبل الاخر. انا عندي هنا اسم الفاعل اللي هو راض، اه ثلاثي ثلاثي فعل رضا. احنا قلنا اسم الفاعل العامل لو كان نكره لازم حضرتك يا اما يدل على الحاله والاستقبال او يعتمد على مبتدا ونفي واستفهام وموصوف، تمام تمام. طب هنا حضرتك بقول اراد ضميرك عن عملك، اه اسم الفاعل راض، هو ايه سبب اعماله؟ هو دل على الحاله والاستقبال اه، بس اعتمد على ايه؟ لاحظ كده حضرتك احنا حاطين علامه استفهام وقبله همزه الاستفهام، يبقى اذا الاجابه رقم باء استفهام. احافظ اخاك كتاب الله، عند تصويب الخطا بتصبح الجمله ايه؟ حافظ، تمام، لاحظ ان حافظ هنا اسم فاعل،
واسم الفاعل طبعا يا شباب هنا نكر دل على حال الاستقبال، يعني المعمول بتاعي هيتعرب ايه؟ حافظ اخاك، انا لسه قايل الاسماء الخمسه بترفع بالواو، يبقى ابوك اباك ابيك. طبعا مين اللي حافظ؟ عشان نعرف بنشيل كلمه حافظ ونضع الفعل حفظ. مين اللي حفظ؟ طبيعي اخوك بسال عنه، يبقى اذا الاجابه ايه؟ احافظ اخوك كتاب الله، فهلاحظ هنا احافظ اخوك، يبقى الاجابه رقم الف. ركز معايا في 14 و15. انا لما اقول يا قائلين الحق، تمام، ويا قائلي الحق، بص بقى انا عايز اقول لك على حاجه مفيده جدا. يعني طبيعي جمع المذكر السالم، لما ارجع كده اقول لك جمع معلم هتقول لي يا اما معلمون يا اما معلمين. حلو يا ابني، ممتاز. طيب في الحاله دي حضرتك يبقى انا كده عرفت جمع المذكر السالم اخر واو ونون او ياء ونون. طب متى نضع الواو والنون؟ هتقول لي في حاله الرفع. طب والياء والنون؟ اه في حالتين اثنين فقط لا غير، النصب والجر. طب ياه ده حرف نداء، وحرف النداء هنا يا شباب بينصب. حلو قوي. طب انا عندي قائل، جمع قائل بالنصب قائلين. طيب لاحظ كده حضرتك انا قلت يا قائلين الحق، ارجع تاني هي قائلين على وزن فاعلين، ماشي يا سيدي. حلو قوي. طب هنا قائلين مفيش اي مشاكل فيها، سليمه سليمه. طيب خلاص ده اسم فاعل، اسم فاعل عامل، اه عامل، تمام، دل على الحال والاستقبال وفي نفس الوقت اعتمد على نداء. خلاص الحق ده المعمول، ده المعمول، والمعمول احنا عارفين معمول اسم الفاعل حاجه من اثنين، يا فاعل يا مفعول. اسال نفسك مين اللي بيقوله؟ هم بيقولوا ايه؟ الحق، فالحق خلاص مفعول به. ده في المثال رقم 14. تعالى 15، انت شايف في اختلاف بين قائلين وقائلي؟ هتقول لي اه. اقول لك في الاختلاف، ركز معايا بالله عليك، تمام، الله يصلح حالك. هتقول لي هو في حاجه شلناها او حذفناها، ايه هي؟ هتقول لي النون. اقول لك ممتاز. طب طول ما حذفت حاجه هتقول لي بنحذفها ليه؟ اقول لك للاضافه. طول ما اضافه يبقى اللي وراها مضاف اليه. يبقى كده الموضوع بسيط وسهل. يبقى كده وصلنا لنقطه مهمه جدا، لما الاقي قائلي معلمي، تمام، البلد، معلمي المستقبل، معلمي مصر، وانا مغمض كده في حاجه محذوفه يا ابني، اه يبقى كده خلاص. طول ما حذفت يبقى مضاف اليه، طول ما موجوده خلاص الموضوع منتهي جدا ومفيش ادنى مشكله كده. ويبقى اذا رقم 14 الاجابه هتبقى يا قائلين الحق، الحق مفعول به، اما يا قائلي الحق فهنا مضاف اليه. ركز قوي في المثال رقم 14 و15، المثال ده مهم جدا. اجي بعد كده يا شباب الجمله الاخيره دي يا شباب انا عايزكم انتوا اللي تحلوها ان شاء الله، ومش هقراها، تمام، انا عايز نوع كلمه المحتل في الموضوعين، تمام. لاحظ ان في بعض الكلمات زي اختار واحتل، تمام، دول ممكن ينفعوا اسم فاعل واسم مفعول، اه بس بيفرق بينهم من سياق الكلام. هل المحتل الاولى اسم فاعل ام اسم مفعول ولا العكس؟ فطبعا يجب على المحتل، يعني في حد احتله، ان يقاوم. مين يقاوم؟ المحتل اللي هو ايه بقى؟ اللي ايه؟ قام بالاحتلال. فالاجابه شباب رقم باء. سؤال سهل جدا بيقول اسم المفعول بيشتق من الفعل المبني نقط، بينما اسم الفاعل يشتق من الفعل المبني نقط، تمام. طبعا اسم المفعول يا شباب بياتي من الفعل المبني للمجهول، واسم الفاعل طبعا من الفعل المبني للمعلوم، وطبعا دي اجابه سهله جدا ودي رقم الف. طبيعي كده هنا عندي جمله بيقول لك الجمله الصحيحه اللي اشتملت على صيغه المبالغه العامله. طبعا صيغه المبالغه العامله نفس اسم الفاعل، ترفع فاعلا وتنصب مفعولا. وصيغه المبالغه وانا مغمض عيني كده شباب لازم نكون عارفينهم، تمام. صيغه المبالغه فعول فعال مفعال فعيل فاعل، فعول فعال مفعال فعيل فاعل. طبعا انا عندي مصر دولة صبور ابناؤها ام صبور ابناءها، تمام. لاحظ كده، ويمكن هما الاثنين دول، وعندي بعد كده يقظ ابنائهم، تمام، وعندي مرموقه. طبعا انا مرموقه هشيلها خالص لان مرموقه دي مفعوله ما تنفعش. طب المصريون يقظ ابنائهم، ركز كده معايا في حكايه رسم الهمزه. لو الهمزه يا ابني مرفوعه هتتكتب على الواو، لو الهمزه مرفوعه تتكتب على الواو، لو الهمزه منصوبه بتتكتب على السطر، لو الهمزه منصوبه بتتكتب على السطر، لو الهمزه بقى جاي حاله جر هتتكتب على نبر. ركز في دول كويس جدا. احنا بنسال كده مصر دوله صبور، مين اللي صبور؟ ابناؤه، خلاص. يبقى طول ما سالت بمين يبقى ده فاعل، يبقى ابناؤها خلاص فاعل وانا مغمض عيني، يبقى الاجابه رقم الف ومفيش ادنى مشكله. قال تعالى
قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. اسم الفاعل في الآية هو إيه؟ طبعا هقول الآية تاني، قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. طبعا الآفلين يا شباب الفاعلين. تمام، نيجي بعد كده لندخل القسم الثاني، قسم الأدب. طبعا سريعا كده يا شباب عشان وقت الحلقة، سمات الشعر الجاهلي ده سؤال مهم جدا، ده تقدر تطبق فيه في النصوص المتحررة، يعني من خلال النص المتحرر طبعا تقدر تجاوب عليه. تمام، عندي هنا سمات الشعر الجاهلي طبعا، سواء كان في المعاني او الاخيله او الالفاظ. المعاني يا شباب دايما بتبقى واضحه وقليله التأنق في الترتيب. الخيال طبعا بتلاقي التشابيه طريفه، تقول لي الخيال، هقول لك اه الالوان البيانيه يا حبيبي، يعني التشابيه والاستعارات جميله. الالفاظ تلاقي الالفاظ في عندي جوده استعمال الالفاظ في معانيها الموضوعه وقله استعمال الفاظ المجاز، ماشي، وعدم التعمد استخدام المحسنات البدائيه. طب الاساليب، قال لي دايما بيفضلوا الايجاز الا اذا دعا الحال. طيب عندي ان طبعا القصيده الجاهليه لم تعرف وحده الموضوع، اه اوضح كده اقول لك بص يا سيدي، بناء القصيده الجاهليه ده نظام مشينا عليه. طبعا بتبدا طبعا بالغزل والبكاء على الاطلال ديار المحبوب، ماشي. تاني حاجه الوصف، وصف الرحله، معالم الطريق، حيوانات الصحراء. تالت حاجه الانتقال للغرض الرئيس للقصيده، سواء كان مدح، فخر، هجاء، رثاء. تمام، خلي بالي من الاغراض دي يا شباب. تمام، بعد كده بنختم الابيات او القصيده بحكمه، اه بنختمها بحكمه. طيب نرجع بعد كده يا شباب المعلقات. طبعا ايه المعلقات وليه سميت بهذا الاسم؟ طبعا قصائد طوال اقيلت في العصر طبعا الجاهلي، تمام، لمجموعه من كبار الشعراء، ماشي، مفيش ادنى مشكله. تمام، وتعد من اجود الشعر الجاهلي او قصائد الشعر الجاهلي، ماشي، لكن في اسباب وفي اراء في التسميه. اه هتقول لي ازاي يعني اراء؟ هقول لك بص يا سيدي، انا عندي قيل انها كتبت على اسطار الكعبه وكتبت بماء الذهب، ماشي، مع ان الراي ده انا شايفه راي ضعيف جدا، لان الراي اصلا عصر كان عصر شفهيه مش عصر تدوين. علقت باذهان الناس وحفظوها لجمالها وروعتها، ممكن اقول لك ده الراي الصائب. طبعا عندي شبهت بعقود الدر التي تعلق في او تعلق على جيد النساء، تمام، او عنق النساء او نحور النساء. تمام، نرجع بعد كده لسؤال تاني يا شباب من ضمن الاسئله، اشهر الفنون النثريه. اول ما اقول لك فن نثري تعرف عندنا الوصايا، عندنا الخطب، الحكم والامثال، دي الفنون النثريه اللي متعارف عليها، ماشي. عندي سمات النثر في العصر الجاهلي، ركز معايا، سمات النثر دايما ايجاز، شيوع المحسنات البدعية، وفي نفس الوقت غير بقى شيوع المحسنات البدعية، قلة الصورة الخيالية، أمر طبيعي، وضوح المعاني ودقة الألفاظ وجمال الصيغ. الشعر الإسلامي، آه إسلامي، آه يا سيدي، طبعا تهذيب اللغة. ليه؟ بدأت تحاكي ألفاظ القرآن الكريم والسنة وتبتعد عن غريب الألفاظ، كمان توسعوا في دلالة الألفاظ وخرجوها لمعاني جديدة زي الصيام، الصلاة، الزكاة، المؤمن، الكافر. كذلك عند الأساليب كلها كان في تفنن في استخدام الأساليب. الأغراض طبعا خلي بالي في أغراض جديدة ظهرت زي شعر الفتوح والمغازي، وده فرضته، ركز معايا، فتوح ومغازي فرضته دواعي الجهاد في سبيل الله، وفتح بلدان جديدة جدا، ودخول أهلها فين؟ في الإسلام. مهم جدا، لماذا كثرت الرسائل في عصر صدر الاسلام؟ استجابه لحاجه الدوله التي تطلب استحداث هذا النوع من تميزت، لاحظ، بالايجاز، الوضوح التام، البعد عن التكلف. ايه الاسباب اللي ادت لظهور شعر النقائد؟ نقائد طبعا في عصر الاموي، هقول لك طبعا لاحظ في تنافس شخصي وصراع قبلي وصراع عصبي، الانتماءات الحزبيه، وجود وقت فراغ، الناس كانوا يسدونه في متابعه هذه المعارك الشعريه. خصوصا طبعا شعر النقائد اصلا امتزاج فخر بهجاء، الواحد بيفخر بالقبيله ويبدا حضرتك بعد كده يهجو القصيده الشاعر الذي امامه. تمام، خصائص الشعر في عصر بني اميه، هنقول رجعوا لتناول معاني الجاهلين، اه هقول لك، لان الاسلام طبعا رفض الفخر ورفض الهجاء ورفض الغزل الصريح، لا رجع تاني في العصر الاموي. التزموا كمان بنظام القصيده الجاهليه، هي ما اتغيرتش، خصوصا بقى حضرتك ان الغزل الصريح ظهر جدا وكان ممثل ليه عمر بن ربيعه، خصوصا ان في شعراء من الحجاز
جعلوا القصائد كامله للغزل، كامله اه كامله تمام، بذلك خلفوا منهج بناء القصيده الجاهليه عموما، ودي كانت واضحه معبره متاثره بالقران والحديث. الكتابه بقى في العصر الاموي تميزت بالعنايه والاقتباس من معاني القران وغلبه الطبع الاسلامي في افتتاح الكتاب للرسائل اه وجوده الصياغه تمام، وفي طبعا مزجوها بما استحسنوه من تشبيهات الشعر والحكم والامثال. نبدا كده مع بعض شباب التدريبات البلاغيه عشان نلحق تمام. عندنا لبيد، طبعا لبيد من اصحاب المعلقات تمام، ودي مطلع المعلقه بتاعته. اي معلقته بتقول: لخولة اطلال ببرقة فهمد تلوح قباقي الوشم في ظهر اليد. نستنتج طبعا من خلال البيت السابق بناء القصيده الجاهليه غالبا غالبا ما كان يبدا بايه؟ هل يبدا بالفخر ام البكاء على الاطلال ام الغزل ام الوصف؟ نرجع لسؤال اخر طبعا من ضمن اسئله الادب. طبعا قصه ابن سعيد يا شباب ده مشهور جدا طبعا، وكان يمكن معروف في الخطب اللي كان بيقولها، وقال خطبه جميله جدا يعني، وكانت في العصر الجاهلي على الرغم من كده انه كان بيذكر بحاجات يعني غريبه جدا. من ضمن الحاجات دي انه كان بيذكر دايما على الموت، بدا بالقصيده: ايها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو ات ات. طبعا بنستنتج من خلال ما سبق اهم خصائص الخطبه في العصر الجاهلي. طبعا هل هو قصر الجمل والفقرات ام شيوع الالوان البيانيه ام عمق المعاني ام تفضيل الاسلوب الخبري؟ طبعا يا شباب انا شايف كده ان هي قصر الجمل والفقرات، لان الالوان البيانيه مش هتنفع نهائيا طبعا مع اي فن من فنون النثر. هتقول لي ليه؟ انا بخاطب العقل مش بخاطب العاطفه تمام، فلذلك هنا هتلاقي قصر الجمل والفقرات. من ضمن اسئله الادب حسان ابن ثابت، طبعا حسان ابن ثابت طبعا داعي عصر الصدر الاسلامي يا شباب، ويمكن عندي هنا كان طبعا الراجل يعني هنقول كان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا القصيده كان بيقولها: جوت محمدا فاجبت عنه، وعند الله في ذاك جزاؤه، اتهجف ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. طبعا الغرض الشعري في الابيات في فتره عصر صدر الاسلام، هل هو الفقر ام المدح ام الدفاع عن رجال الدين ام الهجاء؟ طبيعي كده كده جدا شايفين حسان بن ثابت بيتكلم وبيدافع عن محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى اذا الاجابه الدفاع عن رجال الدين. طبعا عندي تطور فن الوصايا والنصائح في عصر صدر الاسلام بسبب استجابه لروح الاسلام الذي يدعو الى الامر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى، ام استجابه لاحتياجات المجتمع الاسلامي لهذا النوع دون باقي المجتمعات، ام استجابه لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، ام استجابه لحس الادباء ومهاراتهم في الكتابه؟ طبعا فن الوصايا والنصائح كان في عصر صدر الاسلام، طبعا الاجابه السليمه هي استجابه لروح الاسلام اللي بيدعو الى الامر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى. واحدة مما يلي لم تكن موجودة قبل عصر صدر الإسلام. طب أم الحكم أو الوصف؟ أنا بقول عصر قبل عصر يعني عصر جاهلي. الخطب كانت موجودة بالفعل والحكم موجودة. طب والوصايا؟ أه موجودة، إحنا عندنا وصية أمامة بنت الحارث. طب الرسائل؟ هقول لك ما أعتقدش، لأن دي يمكن الرسائل بدأت في عصر صدر الإسلام وبدأت يمكن تتطور أكثر في العصر الأموي. طبعا اول ما اقول قال جرير، جرير والفرزدق، الفن ده يا شباب لازم نبقى عارفين الفن ده نوعه ايه. اولا جرير طبعا يقول للفرزدق: احلامنا تزن الجبال رزانة، يعني عقولنا، ويفوق جاهلنا في عالى الجهال، اعددت للشعراء سما ناقعا فسقيت اخرهم بكأس الاول. طبعا الابيات فن ادبي، هل هو شعر فتوح؟ ما اعتقدش طبعا. الفخر هقول لك حاول، النقائد طبعا حد بيرد على حد، مفيش غير شعر النقائد اللي هي امتزج الفخر بالهجاء. فلاحظ كده يا شباب دي حاجه مهمه جدا، شعر النقائد. معاويه، طبعا معاويه بيخطب في الناس عند توليه الحكم تمام. عايزين نستنتج بقى يمكن الخصيصه من خصائص
الفنيه للخطابه، يمكن لو ان بيني وبين الناس شعره ما انقطعت ابدا. قيل له كيف ذلك؟ قال كنت اذا مدوها ارخيتها واذا ارخوها مددتها. طبيعي كده كده لاحظ ايه الخصيصه من خصائص الفنيه للخطابه في العصر الاموي؟ هل طول الجمل ولا الايجاز ام شيوع الالوان البيانيه ام تضمينها بعض الحكم؟ طبعا عندي بعض الحكم والامثال، دي حاجه مهمه جدا.